المحادثات القائمة بين دول الستة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات تفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي ساعات قبل انقضاء المهلة. ومن المتوقع أن يستأنف المجتمعون لقاءهم الجاري في النمسا الشهر المقبل في سلطنة عمان لبحث سبل إنهاء الأزمة بين إيران والدول الكبرى حسب ما أكدته مصادر قريبة من المفاوضات. تفاصيل تأجيل واستئناف المحادثات ما زالت قيد البحث، غير أن المصدر كشف أن استفادة إيران من تخفيف جديد للعقوبات مستبعد في الوقت الحالي. إيران تفكر في رفع تعاملاتها الاقتصادية خاصة النفطية منها مع الصين وروسيا في حالة استمرار العقوبات، غير أن هذه الخطة لا تبدو مثالية نظرا لتراجع مؤشرات الاقتصاد الصيني والعقوبات المفروضة على روسيا وانخفاض أسعار النفط.